فكر ربنا، فكر نفسك بكلام ربنا انك لو ما سامحتش مش هتتسامح. شوف انت عملت ايه في ربنا، ولو كنت وضع امين قوي مع نفسك هتلاقي غالبا اللي عملته في ربنا اكتر من اللي اتعمل فيك. لو انت بقى صادق مع نفسك جدا، اتعمل فيك ايه؟ خيانة، انت ياما خنت. اذية، انت ياما اذيت ربنا. كذب، انت ياما كذبت على ربنا. اهانة، انت ياما اهنت ربنا. عدم التزام، انت ياما ما التزمتش. ظلم، انت ياما ظلمت ربنا. لو انت امين مع نفسك هتقول له يا رب لاول مرة اعرف يعني انت بتتعب بسببي. في آية في اشعياء تقول له اتعبتني بخطاياك. انت تعبتني بخطاياك. احنا مش بنحس ان احنا خطايانا بتتعب ربنا، لكن لما حد يغلط فينا بنحس بتعب شديد جدا. اول رسالة ادركت يعني ايه لما توعد ربنا وما تلتزمش مش كويس. ادركت يعني ايه لما تفكر في الدنيا وتنسى ربنا، ده نوع من الخيانة. ادركت يعني ايه لما تكسر وصيته، عينك دي صعبة على ربنا. لما تاخد من حقه كأنك سرقته. لما اتسرقت تصعب عليك. طب ما احنا ياما سرقنا ربنا. يبقى هنا لما بتفتكر غلطت قد ايه في ربنا، وهنا ربنا يقول لك بس انا متنازل عن كل حقي معاك، بس سامح اخوك. انا هتنازل لك عن كل اللي عملته فيه، بس بشرط سامح. فلما تفتكر القاعدة دي هتساعدك. اولا هتعرف ان انت كمان وحش، وكلنا في الهم سوا. مهما كانت قسوة المخطئين في حقنا، ما حدش فينا بريء. كلنا في الموازين إلى فوق. عشان كده الشخص اللي عاوز يسامح يقول إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، كي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. يعني تستغربوا إن داود كان من أكتر الناس اللي في تاريخ الكتاب المقدس سامح أعدائه. سامح شاول، وسامح أبشالوم، وسامح ابنير، وسامح ناس غلطوا فيه غلطات كبيرة قوي. عارفين ليه كان بيقدر يسامح؟ لأنه كان دايما عنده مشاعر توبة، ودايما فاكر خطيته. فلما بيبقى خجلان من ربنا وتايب قدام ربنا، دي كانت بتساعده جدا أنه يسامح اللي حواليه.